من مجال الرياضة لمجال السياحة، قد ما الواحد بيقدر يتعرف على ناس ويعمل علاقات ويشوف ويقابل ناس يطور من نفسه ومن شغله مش غلط. اليوم أنا موجودة بمجال جديد راح أدخل عليه بشكل قوي بإسطنبول، مجال العقارات. حالياً أنا موجودة بشركة مختصة بمجال العقارات، المقاولات، الأراضي الزراعية في إسطنبول. نعرفكم على الأستاذ أحمد عكاش، يحكينا شوي عنه، شوي عن الشركة، بعدين يبلش بمجال العقارات وقديش هذا المجال ناجح، قديش في مستثمرين من فلسطين تحديداً بيستثمروا هنا في البلاد في إسطنبول. شرفتينا. الله يسلمك. على أول شيء أنا المهندس أحمد عكاش، خبير لأكثر من 4 سنوات في السوق العقاري التركي، مرخص من قبل الحكومة التركية. بنهاية عام 2018 طرحت الحكومة التركية تعديل على قرار الجنسية التركية من $1,000,000 ل $250,000. فصار في عنا جالية عربية ضخمة جدا، فلسطينيين، يمنيين، أردنيين، عبيد يتملكوا عقار هون في تركيا ويحصلوا على الجنسية التركية مقابل شراء عقارات بقيمة $250,000. فنحن نتملك عقارات بقيمة $250,000 ونحصل على الجنسية التركية خلال مدة 3 أشهر. بالإضافة في ناس كتير مهتمة بالاستثمار عنا في تركيا، فمثلا بيشتروا شقق او هوم اوفيس او اوفيس وبيأجروها للطلاب. الاسعار، اسعار الشقق بتبلش من قديش؟ يعني الواحد معاه راس مال بده يستثمر قديش اتليست لازم يكون معاه مصاري؟ اوكي، هلا بشكل عام الميزانيات هون عندنا مختلفه، اسعار العقارات بتختلف من منطقه لمنطقه، بتبدا من $50,000 للغرفه نوم وصاله الى لا نهايه. في عندنا شقق هون موجوده في مدينه اسطنبول باطلاله بحريه دايركت، عم نتكلم على غرفة نوم وصالة في حدود $300,000، وفي عنا غرفة نوم وصالة باسطنبول كمان في القسم الأوروبي $50,000. طبعاً في ميزة هون تطرحها المشاريع اللي هي التقسيط، حتى ممكن أنتوا تدفعوا دفعة أولى مثلاً 35% أو 25% أو 50% وتتملكوا عقار في تركيا مثل كتير ناس. طبعاً إذا كان العقار جاهز تدفعوا هاي الدفعة الأولى وبتاخذوا المفتاح وبتسكنوا فيه. في كمان عنا طبقة بيشتروا محلات تجارية وبأجروها لبراندات مثل برجر كينج او الدومينوز بيتزا او الستاربكس. يعني في كتير عروض ممكن نتناقش فيها في المجال العقاري الموجود في تركيا. في كتير شرك، في كتير منافسين، في كتير نصب واحتيال، وهذا الاشي لازم كتير ينتبهوا له ويعرفوا يروحوا على العنوان الصح. هلا انا دوما كتير بحكي انه في هون عندنا مشاكل بشكل عام في السوق العقاري التركي، لكن بالنهاية صراحة انتم محتاجين خبير. يعني انت شفتي الان صباحا شو صار معنا، بأخ عم يسجل لي صوت وبيستشيرني في موضوع استأجر بيت وكان ما في كهرباء ومشاكل كثير، والان عم بحكوا معه انه نحن ما بنرجع لك اياه حتى لو انت بدك تطلع قدامي. صار قدامي. فبشكل عام صراحة انا ما عندي مشكلة انه تتواصلوا معي وتحصلوا على استشارة وتطلعوا تشتروا عن طريق غيري، المهم ما يتم النصب عليكم. يعني متابعيني، الأستاذ أحمد هو خبير ومستشار، يعني اللي بده يشتري عقار لازم بالأول يتوجه لأستاذ أحمد ويستشيره وهو برتب له كل الأمور. والاستشارات مجانية. استشارات مجانية، تمام، مجانية. بالنسبة للمناطق، المناطق الموجودة إسطنبول بتعرفي كبيرة، ففيها مناطق سكنية، فيها مناطق للمحلات التجارية، تجارية، فيها مولات، حتى نحن عنا في محلات ضمن مولات. بشكل عام لازم تختاروا اول شيء تعملوا هدفكم، شو هو هدفكم؟ سكن، استثمار، جنسيه. فبعد ما تحددوا هدفكم وقتها بنتجه للمنطقه الافضل. فمثلا شو بيجيني يا سجود بحكي لي انه انا بدي استثمر، بيروح بيشتري بمناطق سكنيه العائد تاعها قليل جدا. انت اذا بدك تستثمر فبدك تدور على منطقه استثماريه. مثلا في عندنا طريق اسمه طريق الباسن اكسبريس، بيشبه طريق الشيخ زايد، ففي عليه جامعات، مولات، الناس بتستثمر فيه والعائد بياخذوه عالي جدا. فبدك تحط التاركت عندك شو هو والميزانية والوقت اللي بدك تشتري فيه العقار. صح، يعني عليك. تمام متابعين، إسا احنا بدي افرجيكم الخريطة مع الأستاذ أحمد. اسطنبول هي قسمين، عبارة عن قسم آسيوي هذا اللي عم نشوفه هون وقسم أوروبي بفصلهم مضيق البوسفور. مضيق البوسفور عليه 3 جسور، 15 تموز ومحمد الفاتح وياوس السلطان سليم. بالإضافة في عنا هون مشاريع طورتها الحكومة التركية، هو نفق أوراسيا ومترو مرمراي اللي بفصلنا ما بين آسيا وأوروبا. بشكل عام في عنا عدة مناطق، في عنا منطقة مسلك كل الناس بتعرفها، منطقة راقية جدا بإطلالة على غابات بلغراد. في عنا مناطق تانية مثل غازي عثمان باشا وأيوب. في عنا طريق الباسن إكسبريس اللي شرحت لكم عنه هون، في عنا في الرأس عنده في مول أوف إسطنبول وجنوبه، في عنا مطار أتاتورك هذا هو اللي حيتم تحويله إلى حديقة وإكسبو مدينة معارض. بالإضافة في مناطق كتير عديدة مثل بشك شهير وبحتش شهير وأسنيورت وبايليك دوزو. طبعا رح احكي لكم نقطه كثير مهمه في الختام، انه احنا بالاسعار وبالمناطق وبالرقي بنبدا من البوسفور، وكلما اتجهنا للداخل بتقل الاسعار وبتقل طبقه الناس. يعني هون مثلا عندنا الشقه بمليون دولار، عندنا نهايتها مثلا ممكن تكون $50,000،
وهكذا. انا بعطيكم رينج اسعار مختلف. راح افرجيكم مشروع استثماري للناس المهتمه بالاستثمار مقابل جامعه تماما وبدرس فيها العديد من الطلاب الاجانب. خلينا نشوفه. يلا. هذا هو المشروع، عباره عن ثلاث بلوكات موجوده على طريق الباص اكسبريس مقابل مول اوف اسطنبول. هذا هو الطريق، عباره عن طريق تجاري شغال عليه العديد من الابراج السكنيه، وفي العديد عليه من الجامعات والمولات وايضا الابراج السكنيه والابراج الاوفيس والفنادق. وصل ما بين مطار اتاتورك اللي حيتم تحويله الى حديقه ومدينه معارض، شمالا الى مول اوف اسطنبول ومنه الى المطار الجديد. شوفوا الشقه يا جماعه. بدايه رح نبدا من الباب، الباب كالعاده ماركه تركيه من اشهر الماركات التركيه. ايضا عندنا هون في نظام السمارت سيستم، النظام هذا اتوقع هو مسؤول فقط عن موضوع الكاميرات وموضوع الاقفال والسكيورتي. على يميننا تماما هون في عندنا الخزانه. الخزائن طبعا حتتسلم في كل الشقق من غرفة نوم وصالة إلى الأربع غرف نوم وصالة. طبعا على يسارنا هون المطبخ، المطبخ حيتسلم فيه الأدوات التالية. مهم تقول أستاذ أحمد إنه المطبخ البيت بتسلم. طبعا المطبخ بشكل عام بيتسلم فيه الأدوات الكهربائية، كل الأدوات ما عدا البراد. بعض المشاريع بتسلمك المطبخ كامل، يعني ما عليكم الا بعض الامور البسيطه تجيبوها وتسكنوا مفروش يعني. هلا بشكل عام مثل هي الشقق هي نحن بنوجهها للناس اللي حابه تستثمر في الطلاب. حلو. طبعا كلهم الماركات التركيه. قديش مساحه البيت هون؟ 65 متر. 65 متر. غرفه نوم وصاله. الصالون مع المطبخ عباره عن 29 متر. طبعا مثل ما شايفين معي على يميننا هون في اول بلكونه، كل الشقق. كم من بلكونه في بالبيت هون؟ هلا بشكل عام في هذا المشروع في عندنا بكل الشقق في عندنا بلكونه واحده، وفي بعض الشقق موجود فيها بلكونتين مثل هي الشقه. بالغرفه نوم وصاله حنسلم فيها قطعه مكيف من ماركت ارتشي. البيت بكون فيه مكيف يا طبعا. هلا اغلب الشقق بيتم التسليم فيها يا قطعه مكيف واحده او قطعتين. تركيا ايضا حسب كبر البيت. هون في عندنا غرفه النوم 10.45 متر. طبعا حلو. في هون عندنا باب ممكن نطلع على البلكون اللي هي اخواتها على الدوش، كلها من الماركات التركيه. هون على يميننا بعد ما نطلع من الحمام في عندنا الخزائن. شوفوا البلكونه. طبعا في باركينج للسيارات وفي محلات تحت تجاريه صح؟ طبعا كل المشاريع اللي احنا شغالين فيها بالوقت الحالي هي عباره عن مجمعات موجود فيها كل الخدمات من الاوتو بارك والسكيورتي والمسابح والحمام التركي والساونا، وهذا وهي الحديقه اللي احنا بنشوفها، يعني الناس هون ممكن حتى تعيش فيه وتشوف اطفالها وهي عم تلعب بالحديقه. حلو. اللي معه الان فلوس وحابب يستثمر ويحصل على باسبور ثاني، صراحه هي فرصه. مثل ما تم تخفيض القيمه على موضوع الجنسية التركية ممكن يتم رفعها في أي وقت، فاغتنموا الفرصة.